بننتخب. مش منتخب. منتخب حتى مع حد. هو مانيش منتخب. بنشارك الانتخابات هذه. منتخب. مانيش مش منتخب. منتخبوا بطبيعة الحال. مش مش منتخب. أنا مانيش ماشي. مش مش منتخب. ننتخب إن شاء الله. الانتخابات حق وواجب لكل تونسي. تنتخب لأنه الانتخابات من واجبي كمواطنة تونسية نساهم في تحقيق نوعية من الديمقراطية لبناء مجتمع أفضل ليا ولصغاري وللمجتمع الكل. ما يجبش تنتخب خاطر شي معرفات انتخبت النهضة واحدة على أساس مش تحسن وضعية البلاد ومواطن مش تحسن وضعية المجتمع شيئا. الانتخابات ماذا هل يسناش واحد تنتخب ولا بشي تجرب شي بتاع الانتخابات هك تشوف الوضع ما تحسن شيء وما رينا شيء من لجام اللي شدوا هما الانتخابات عليها وعود صحيح ما فماش دونك احنا نحسوا اللي امورنا ماهيش باش تتحسن عادي معناها كل صوات تنتخب ما تنتخبش ما يتغير شيء وما يتبدل شيء على بلادنا وعلى المعيشه وعلى دنيتنا وعلى كل شيء وعلى ظروفنا وعلى اولادنا وعلى برشا حاجات اللي ولادنا ضاعت واللي ولادنا برشا برشا حاجات لهنا فهمتني الدنيا خاذت فهمتني كي ننتخبوا واللي فيها فما رحمه فما برشا حاجات فهمتني نحن متثقفين ونحن واعيين ونحن بالقدي فهمتني من الجاهلين نعرفوا الانتخابات هي كما نقولوا نحن اساس الحياه مش قاعد في الانتخابات هما خليهم انتخابات اللي تنتخبوا يطلع على مراد الله اش مازال والله زيد المازوت زيد لي صحون زيد ما عرف شنو زيد الدخان زيد خويا مانيش منتخب ويزي منتخبنا وكا وخويا خلي الشعب الاخر اللي يعرف مصلحه العباد هكا الناس القراط والناس اللي خليهم هما خويا كيما هما حكموا فيها اللي فاتت خليهم يحكموا في البلاد على باش نشاركوا الانتخابات هذيا رياكم باش نبدلوا الوضع هذا معناتها اكثر شيء معناتها خاطر الوضع تو ما يعجبش وفي الحكومات المؤقته هذيا كل مره حكومه مؤقته وترويكا ودرشنو ماذا بينا الوضع يتبدل وتنجح ان شاء الله تنجح الانتخابات بطبيعه الحال يعني انا مواطن زين نخدم بلادي معناها انا لا محاله من الانتخابات الاخرى يعني سجلت معناها في الدائره البلديه وشاركت في الانتخابات مع العلم ان في عهد المخلوع ما انتخبتش فيه معناها بالكل ولكن بعد الثوره قررت اني ننتخب وناخذ حقي من الانتخابات ننتخب الانتخابات التشريعيه والرئاسيه لازمني نعطي صوتي باش نحسن وضعية البلاد الانتخابات مسجل هذاك واجب وطني ولازم الانسان يبدي رايه اما الصعوبه انه شكون مش تنتخب هذيك الصعوبه يعني المشهد مش واضح المره اللي فاتت كان المشهد اوضح شكون مش تنتخب عندك فكره شويه على المشهد المره هذه الامور مش تكون اصعب لانه برشا احزاب تكشفت على حقيقتها وبرشا احزاب حبت تحكم وثم شكون جرب الحكم فما شكون زاد يجرب المعارضه دونك شفناه من جهه المعارضه من جهه الحكم دونك شكون الاختيار اصعب والمسؤوليه اصعب من المره اللي فاتت. مانيش باش ننتخب. علاش؟ خاطر ما نحبش ننتخب. مانيش باش ننتخب. كيكايوها برشا بعض التوانسه الاف ملاي ولا ملايين ولا قلنا تفهمنا هكا. فهمتوا؟ تفهمنا ايه. كيفاش تفهمتوا؟ يا اخي التونسي للتونسي رحمه واخوه ولا كان حسه انا حسه معايا التونسي سير هذا خاطر المجتمع قاعد نعيشوا كيف ناكلوا كيف ناخذوا كيف نمشوا كيف نشربوا كابوسان كيف تطيبوا فرد دخان كل شيء ننتخبوا بطبيعه الحال ما لازمش واحد صوت ويمشي منا ولا منا عادي معناها الانتخابات واجبه ما فيهاش معناها ان شاء الله اللي فيه الله والخير ربي يسهلوا مش باش ننتخب علاش على خاطر ما همش باش يستفيدوني في حتى حاجة ما زادوناش قبل ومش باش يزيدونا تو مش باش ينقصوا فينا ومش باش يزيدونا معناها كيف يرغ هيك تشوف كان عندنا سرق ولا عندنا 200 سرق ننتخب ومن اللور ونعطي البلاد والخبز بمية والدنيا كله باش يردوها بلاش من بعد ما نخدم كان البطالة أنا مانيش ماشي وعلاش؟ خاطر حكاية فارغ هي حال هو بيته ما تبدل شيء شيء بالعكس ماشي التالي عاد ننتخبوا ولا اللي يحبوه يعملوه مش باش ينتخب بطبيعة الحال الانتخابات هي واجبة حتى من فرض ربي موجودة فهمتني ننتخبوا ونقوموا بالواجب اللي ما نحبوش اللي ما يحبش ينتخب هذيك أموره وما عندوش حتى قرام وطنية مش باش ننتخب ولا عمري إذا انتخبت العهد القديم ولا الجديد وبالنسبة للحكومة الجديدة ما عملت لنا حتى شيء المواطن التونسي ما عملت له شيء لا غلاء وكل شيء أكيد كل الشعب التونسي كل
شنو علاش بالطبيعة لازم واحد كل واحد يشارك في الانتخابات هذي باش يعرف سيقه من ساقيه وكا تو سامبلومون سي تو بيسكو اللي عطينا فيهم الثقة لقيناهم أمورهم ما تعجبش فهمتني معناها ما فماش حاجة اللي تشجع أنك تعاود فوتي نمبورت كان حزب معناها فهمتني هيك علاش أنا من ناحيتي أنا المرة الفارطة مشيت انتخبت وهذا واجب وطني لازم باش نقوم به وهزيت مرتي وعندي ولادي معاصي لحيت ما كنتش نمشيو ننتخبوا وانتخبوا توا البلاد داخله في حيط والاقتصاد طاح وعملنا ثوره ما صورنا منها حتى شيء مع هذا يلزمنا نمشيو ننتخبوا باش نكونوا حكومه ان شاء الله تكون باهيه ترفع من البلاد ومستواها البلاد طاحت ومشات والمواطن اللي عازف على التقييد ما يحبش يمشي يقيد خاطر البلاد طاحت وما ناخذوهاش منتخب حتى مع حد وعلاش ما هكاك كان مع ولادي برك انا ننتخب ولا مع الوصيفة ذي ده ثمش زوايد ليه ده كل جرسية كورتي باهي ها كورتي باهي شبيه